إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم، إذا ما طغى الروح ليل الوجود، إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم، إذا ما طغى الروح ليل الوجود، وهاجت شفوني وعن الظلام، وأضلت بأرجاء قلبي السموم، وهاجت شجوني وعن الظلام، وأضلت بأرجاء قلبي السموم، هرعت إلى رب هذا الوجود لأشكو جروحي ومر الهموم، وأبدى صلاتي بصوت نحيب، فيذري دمعي بحب كتوم، وأركع أحكي قدوم الضباب، على القلب والحزن حولي يحوم، وأبدى صلاتي بصوت نحيب، فيذري دمعي بحب كتوم، وأركع أحكي قدوم الضباب، على القلب والحزن حولي يحوم، أناجي فيسمع مناجاتي ربي، وأشدو فيهتز قلبي الرؤوف، فتشدو بروحي تراني موجد، وأشعر أني وطأت النجوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرضاً أما درس كان أيو مالنتن أيو أخرينه إنه قلت هنا مساجد كا هاي بوينت مقالة سياتل أي تهاينا الصلاة الصبح كذب عوانك محاضرضة أما درس كو وحكومة قعابية هي أثر المعاصي في النفوس، وهذه في الصومالي اللي قلت ترجمه معناها عنوانك محاضرة ونقرأ أيو رادك أي معصيد كل هذا هاي نفوس تدرك بالآدمي. طبعا رادك لقوا رمي يوار راد حوييان وما هراد مراكسا معها، وهي معصيد يعني الله سبحانه وتعالى لقى سهر تيسدو وأوامر تيسا للجبيو وحدود ديسا لقى طلابا مكنتو آثار إرادد وناكسا مكنتو إراد حنو بين كنتاؤون في الدنيا وفي الآخرة، الدنيا هي آخرة لا بضبع رابح بين كنتا مع الصدى يو جمينت أوامرت إلهي سبحانه وتعالى لجمين أيو راد كاحم أي مع الصدو أي ريبتو أما لا قرد حلو إن إلهي سبحانه وتعالى لأدعوا يا نفت قفك بالآن كن أيها الإخوة والخوات كمكومنا وحا أي راديسا إن مجتمعيضا أممكا ريرها قبائشا بل معصيدا وقف أي ذلك بالآنك ويكون عان وحا أي وحيا ليسا حتى حولها يبها يمتا أي وحيا ليسا وصيدا ينكو أركي دونو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقصه وريه انت آنان قد قلين برهادتك أي معصيدة أي كل إذا هاي نفتة أي ضدك أي مجتمعاتك أما بلشوينك أممك وحنجعلها إنا
وحينو كتل مامنو ددك إلهي سبحانه وتعالى أطيعي ددك إلهي سبحانه وتعالى أمر كيس الراعي ددك كتوس ناضي كتابك إلهي جل وعلا يسو نه رسول كيس صلى الله عليه وسلم إنو إلهي سبحانه وتعالى وغوبا لنقاضي وحياه بضن ووناكسن إلهي سبحانه وتعالى وحو كتاب كيس القرآن كأكيري فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن عدي مقران سا إيمان لقهلو إيمان كحقيقة سا وأصلح وناتينا يعمل عمل كيسة وناتية فلا خوف عليهم وحبسية ودشو دسار المترتو ولا هم يحزنون ما نمرقون أيام بإله سبحانه وتعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وذكي إيمانك لجهل يعمل كوبنا وناتي قال سبحانه وتعالى وحنوت المام ينوشي إياه إنه وقبل لنقاضي فلا خوف عليهم إناني عبسي آني دشو دعاني هين ولا هم يحزنون أين مرغونين إلهي سبحانه وتعالى وحاولين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله هو يلي ربك يوى الله سبحانه وتعالى ثم استقاموا دبتنا توصنا ذي عمل كوغ صالحة كتوصنا ذي إيمانك كتوصنا ذي كتوصنا ذي إن كان لحليحا فلا خوف عليهم عبس دشو ضماءها ولا هم يحزنون من المرقونيان إلهي جل وعلا تنوى سورة الأحقاف ويان سورة فصلت ينا وحي الله سبحانه وتعالى أكيري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كويل ربك يوى الله ثم استقاموا كنتوا صناعي صحابي مركو النبي صلى الله عليه وسلم أيمد كويل يا رسول الله إيجاشي إسلامك قول أن عد أن أذيك أهين أنا ويدين وعدا بقى أنا ويدين قول إسلامك قصة حبسا إيجاشيك نبي صلى الله عليه وسلم وحا أكيري قل آمنت بالله ثم استقم قل وحتى هذا آمنت بالله إلهي برهمي وما حال المركة يعني وحا ويان ثم استقم ده تنطه صنو وكنت صنو كاسي عمل القلب وقول القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح انتبه لقاهلو كنت صنو وانا تردار وين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي قالوا سيئي يعني نبي قال جوامع الكلم أي إله سبحانه وتعالى كم من نستي أو ودقي وما هي جوامع الكلم نبي قال هذا الكأي اللي سو أوريجي كلمة ذا قابن أو لكن معنى بضن حبارسا أي نبي صلى الله عليه وسلم لسيي جوامع الكلم كي جوامع الكلم كل سينا دي واحد كم إذا حديث كان وصحابي قال سيد دردارا كوديستي وكل قل آمنت بالله ثم استقم وإيمان استقامها لا جاهيو مركها أيضا سورة فصلت إلهي جل وعلا وحا ونوت الماما يأو يري إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كو يري ربك يوى الله دو يتنكو توصنادي إصداء توصنادي تتنزل عليهم الملائكة ملائكة أيا كسو الدكتا علم ذو وحي لهذين أي ملكا بعد ملك ملائكة استبجوغو ومرسو الدقايو أيا كسو الدكتا بحي كل يهين ألا تخافوا ولا تحزنوا ها عبسننا هنمرقوننا واي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا عايدة انت عايدة انت دب واتلوبي واي هدين دب قلنا إلهي سبحانه وتعالى عايدة وحا كل يهي ألا تخافوا ولا تحزنوا ها عبسننا هنمرقوننا وأبشروا كب شاريستا بالجنة التي كنتم توعدون جنة دي ليدن كوية بوهي جري ولكا الأدوية دا شوكتين جنة دانا كب شاريستا أي كولة هذا آيدا أيها الأخوة يعني آيدا هو آيدا عظيمة ووحي كشي كان يعني إن ملائك توقف ضدك مؤمنين تا استقامة دا لغهري استقامة ديو طبعا قفك بالآدنكو
ومؤمنكم كنت دالي إن الله سبحانه وتعالى مروا بأطيعه إن أحكامت الله سبحانه وتعالى مروا بأفوليه وتحسن حبه عن تدي جهد بدن بأوبه عن تدي دلال بدن بأوبه عن تدي هذا دون إن الطريق قد كنت وصناته وند يعني مدقي بدح عنده وقال ليحن وشهوات كاجا إيو حمانتو أنكم مشغولين وحضو بهانتي الدذال فربنا يو إن أدفوتشجنام فربنا الله غاهره أيا لقى جبهي بركا قوة إيمانك استقامة لقى هري ملائكة أيا كسود دكته ملكا بعد ملك سنة الشجنين هذا بجور من ملائكة كسود دقيسة ملائكته وح كسود دقيسة سيد علماء دي سلفوا أي شجين وحويا ومركا أي دمان أيان هي مركا أي قبورها كصوب حيان مركا أي دمان أيان هي مركا أي قبورها كصوب حيان لبضع حليب ملائكة أي كسود دكته ذلك مؤمنين تاه استقامة لجهر وبشار وين ولو بهي قف مؤمنك يا إله سبحانه وتعالى كعب صدي الدين تإلهي جعل أوامر تإلهي كتب صنادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم راعي وأرن لوج بشارين أيه مركا دمان يسو هي مركا قبورها مركا لقصوا بحينا وحول ملائكة سأي كقابلة يسا وساسي كوج بشارين حتى شيخ العثيمين رحمه الله تعالى مركو آيات فصيري وحو شيغي إن إن دقنينك أي ملائكتو أي كسو دقيس مؤمنين تا آني لبضا إن حلي أو كري آني كو كوبنين وحو يحل والبا أو عبسله ملائكتو كسو دقتا دادك مؤمنين تا وحي يقوب شاريسا ثبات إيو الصغنان إيو إنمان كامان تا أي حجيان معناها ألا تخافوا ولا تحزنوا وحل يلي ملائكة وحي كؤران يساق وفق مؤمن كأه إحلي راسي أضق ها عبسانينا هنمرقونينا محايا كعبسانينا ها كعبسانينا وحي إذن كهر رأي يقف مركو لبانا أيها الأخوة والأخوات يعني وحي كهر رأي حباشا يقبر قوحو كارك إلهي لبان دي ما هنوفض ديو قيامه مركا لسوص صارو حساب تالحسابين أيها موقفك يعني إلهي اللي سورتها جل وعلا ما أنت قيامها ما كانوا كنتم بين مثل أربو كنتم بين وحي ملائكته للمستقبل كاسي إذن كهر رأي هكا عبسانينا ولا تحزنوا وحي أدقذالك غطي ما دينا يا عرور أها أما مقرانسا دين لين كلها أما الرهيرات غطي ما دين وحويين هكا مرقون إله بينك فرقا ضدنا وإله بأ أرنميهين إنك سوينكو أدمتين هذا العرور يرأت كلمتين إلهي بها كفالة قادم دونا إلهي بها هكاتين إلهي بها أرمه وفضلين دونا نرشى العصيبة تكسو عطو هكا عبسا ويحي على الدوية كغتي منا هكا مرغون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة اللي كوية بوه ترينا كوبو شاريست أيا لغو أرانيا عيد الصدحات كسو قبقبين أي موضوع آخر وحويا وقولك إلهي في سورة الأحزاب ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن قفك يطع الله ورسوله إلهي رسول كيس أطيعه فقد حقيقية فاز وحو الليباني فوزا عظيما ليبان وين أي ليبان طاعد إلهي أيها الإخوة والأخوات وعكسها يعني مالك مانتا إن إلهي سبحانه وتعالى العاصيه إن إلهي العاصيه أي مقرن سا إن عكس أطاي وقفك إلهي أطيعي وقف كفو غادي معصيدي إلهي سبحانه وتعالى قف كفو غادي ويان طيب خطبتك إلهي أطيعي إلهي سبحانه وتعالى حكو لي هي قفك ألئي الرسول كيس أطيعا فقد فاز فوزا عظيما وحو ليباني ليبان وين وحد لف أنت أيها الأخ وأيتها الأخت إن ليبانت إيه فوز وإلهي سبحانه وتعالى كسف فيي إن تهي الليبان إيه فوز وين وحويا واتؤال قياس كرين وآد يا آد وين وح إلهي وينو عظيمنا وحكوين المتشر مركان الليبان وإلهي سبحانه وتعالى وعظيم كنت المامي وحوين دي أيها الأخوة الخوات وحكوين هلمين أدان إنتا كاكا إمادو وحي إلهي سبحانه وتعالى أغوب الله قاضي وناقي الليبان تا إف إيا آخربة أي هليان دتك معصية إلهي سبحانه وتعالى كفه قاضي أي استقامة لقهري أي نصر نقول أيها الأخوة الخوات بالموضوع أي ندونه إن نمانتا أنه كهذا الله أوه رادك أي معصيده أي كل إذا هاي نورشها دادك بلا آدمي ينفوز تودبا واي
أيها الأخوة، دبات هذا أي معسود قلبك بالآدم أي كوك هنتو أي كوين سنتو دبات هذا أي كوك هنتو شركة ذلك بالآدم شر والبا يا دي والبا الدنيا ذا يا آخرة كده عدي أيها الأخوة الأخوات وحا أصبابا الذنوب تأي معاصدة أي أصبابا مين معسود هين أيها الأخوة سببته إبليس لوغسو إريي رحمة الله سبحانه وتعالى لوغفوي إن إبليس مركي ليلقوا سجود نبي الله آدم أودي ذي إله سبحانه وتعالى ونعضلي نعضشنا ومحي وأطرت من رحمة الله جل وعلا والرحمة الإله أوليس كفقه إبليس محار رحمة الإله لوغفوي نبي آدم عليه السلام محاك نظر لوغسو صاري بينا معصود أهل أيها الإخوة والأخوات سببتي لوق الرقي قوم نوح لوق الرقي مين معصود أهين سببتي لو هلاقي قوم عاد وثمود مين أهين سببتي لو هلاقي قوم لوط يقوم شعيب وهو هي أيها الأخوة والأخوات أقوام تاسوردن وحلو هلاقي اللو بابيي عقوبتي إله سبحانه وتعالى ورد عدي وحا أهد أيها الأخوة والأخوات وإني كفوا قادين أوامرتي إلهي حدود إلهنا سبحانه وتعالى أجبيين إننا أيها الأخوة والأخوات وحل نوقب بهاي هاي إننا مروا البدرهنو إن معصيد أي نوهر سيدي كرتو بربر إيا بابا بلا يوين بدن أي نولشين أي كوكيني كرتو سأسأل أقوى بهاي يقف يوم مؤمنك هدي إلهي سبحانه وتعالى النعمة أكسيي نعمة راسي وإناد إلاليسو آدي آد أقفو تشكنو إن أد إلهي سبحانه وتعالى أد عاصده وأيو عصيانك إلهي لعاصيه إيا تشبنت أوامرت إلهي سبحانه وتعالى لتشبيه أيا كينيس إن نعمك إلهي سبحانه وتعالى إبن سيئة لنقا قابه نعم كاسها النقضان نعمة عرورتا نعمة ريركا نعمة مالكا نعمة عافماتكا نعمة أمنكا نعمة نوعد نضاها النقطه وحوي معصيه الهي سبحانه وتعالى لعاصيه ايو ذنوبته او لفضيسته ايا كينا ايها الاخوه والاخوات ان نحريست الهي سبحانه وتعالى ددك لو فغيو سلف كي ميد كميده ايا نيمبا وحو كير وحا نين مترفو خوله بدن الهي سيي خولها اسكغا عيارايا ايو اركي ايا الاخوه والاخوات يعني حوادثه اي دعدوينكا اينو مالين ولبا ارغنا ويني ان حسوسيان سننك إيا نواميستا وإلهي سبحانه وتعالى وكون كان ودغي لكن سلفكي مذ كمضة أيا وحاركنين إلهي حولسية لكن حولي محي حوله كو عيارايا وواجبك إلهي سبحانه وتعالى وكساري أنك قدنين وعيكويري إني أرى عليك نعمة إني أرى عليك نعمة فقيدها بالشكر بكوري وحان أركائن النعم إلهي سبحانه وتعالى وكو قدلا لدي نعم بو إلهي كسيي وحد نعمة سكو إلى شتى وحد نعمة سأد كد برتها بالشكر إن أدي الله سبحانه وتعالى والشكر نغضه أو الشكر نقى إلهي نعمة الله والشكر نقيا أيها الأخوة ما هو أفكر غير هذا يعني الشكر لله الحمد لله ولو بهي تاسي سكرر ما يصير لكن وحينا لو بهي هاي إن أعند نعمة إلهي أن وكبرين سيامها النعمة إلهي نسي له وكبره وحكمضة إن نعمة إلهي سبحانه وتعالى وكسيي أضو استعماشه إن الإلهي أدكو عاصده دني الرمو إلهي كسيي عافمات بو إلهي كسيي مال بو إلهي كسيي أقوم بو إلهي كسيي نعمة والبقو إلهي وكسيي وحويانها أو استعمال إن الإلهي سبحانه وتعالى أدكو عاصده وأي واحد قلو ذي هدات سايشه إن إلهي سبحانه وتعالى عقوبه وكوسو دجيو أيها الإخوة والأخوات يعني لو دوي هي تاسنا وأرن إلا غفق هذا لو بهي يعني نبي صلى الله عليه وسلم وحاولي إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب قفك بلا آدم وحي إلهي سبحانه وتعالى الرزق جيسا إن كجتشوشيا بالذنب ذنب وكل عي أودد أيها لجتشوشينا يا ما نك ما أنت إن ذنوبتي وحمد هذا إن نعمك إلهي سبحانه وتعالى وسيي واي طبعا يا الأخوة يعني معاصي
أي دادكو أي كرد عيان عقوبة إلهي سبحانه وتعالى كينيسا ويفر بدينهن معاصي ناسي وحكمي معاصي أي دادكو أي يعني كأفرادهان وسميان وحكمي دا معاصي أي دادكو كمجتمعهان وسميان معاصي دا كمجتمعهان وسميانا وخطر أيها الإخوة الأخوات وأيها دي أمدو أما مجتمعي أما بلشدي أي اسكر راعضو أي كوهشيسو إن إلهي سبحانه وتعالى العاصية وخطر ويان تاسوح يسود الدجينيسا عقوبة عقابة إلهي أي سود الدجينيسا هدي مثل كيو كلاب أي أمدي كأ مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدي أمدو كأ مستوى إن وناق الله يسفر حمانتا لسكود ديدو إن هدي أمدي أي كأ مستوى فواحش عامة أو ضدك أي يعني أي سمين أيان بملك لا أو سمين أيان أول قرسين وهذا لا آمصي أو كوي مساجك جلاي كوي مساجك كسو بحاي يعني أي دتك وضع أركيان حمان تاسي ومجالين كوجي يدل الكوجي أي محاسد تاسي عام كأي كتير انتهي فواحش تاسي أي موقته وهذا لا آمصه وحكيني سائن إلى سبحانه وتعالى وضدك وعقابه أي كنيسة أيها الأخوة الأخوات فواحش تاسي عام كأه يذنوب تاسع عامك إلو باهي إني أمد إسهر تاكتو إني أمد ما يتراهضو وحا كميدة أيها الأخوة يعني وحا كميدة يعني إقصاء الشريعة إن شريعة إلهي سبحانه وتعالى يحكم كيسي لغفو وين عرش المسلمين هسي ما هدن بي كوكار قفك ليه كوكار ماها وهدن بي أمد يعني كده حيسا وهدن بي أمد كده حيا إنت دي يوغو إن إسبرية لي أمد أغيري إن شريعة الإلهي لغو حكومه إن كتابك لغو حكومه إن سنوه للراعي كوا موياني لكن أمد إنت كالهديك آمستي إيهو أركا إيه شريعة الإلهي أميشا كمقن كتابك القرآنك إيه سنوه رسولك أون ليسكو حكومين ومعصي أيها الإخوة أيددك أي كل عين ما أنت وحي العالم الإسلامي أنكو أرقنا يعني قلوين أما علمانين هسكو مقعابان أما الليبراليين هسكو مقعابان مقعد دونه هاي يشان لكن بحيك ما ها مقرن سائين أي وداعان ويكمل ديسينهن وحيكمل ديسينهن إني هرتاجينهن إن مسلمين تلقوا حكومة أي سكون حكومان شرع الله سبحانه وتعالى عقوبات ك يعني إن مجتمع كل حفافي إلو بهاي إني أنت أمد إسكتك تو أي توجيسو وحكم إذا أيها الإخوة والأخوات فواحشة لكل حفافين أيو بالشوينك أي مجتمعاتك مسلمين ده فواحش تاسي إلهي سبحانه وتعالى وينو غدقي ووحا كميدة زينة ده كميدة وحا كميدة وحوال بقو زينة ده يعني إن هرلعو وو كميدية هي الاختلاط إن رجي دمركا ليستحق ليو وما انتقار بابا إن دون إينا يدهبان اختلاطكو حرام ماها والدليل شرعية أي أباران اختلاطكو معني سوحويان وإن رجي دمركي أيستحق لهان أمر دين عمدارستا أمر دين اللهم صل على محمد عملك أما من والبو أي رجي دمركي جوغان إن يستحق لهان لن يرتي هبلا يضوء هبلا إنما وإن نقطه يعني وح إن كلا صوعة إيا وح ما إن كان ما إن تاكل عليا أنو تشرين وحكم إضاء كلف وحش تعسي إن حجابك لطورة ودمرك مسلمات كانوا قلوا يريو إن حجابك أيسك توران او يغو ان حشونين يغو ان يغو حشمدي انت دودوبين يعني قدافده يا حشيشك كوريدي او سدا او قاوان او عذر يو مالكا مانتا ميك اب وجهك كسو بخصدي اي ركي سو دخغلان ومركا اي ماخاي كوسكريان اي فيدني وين اي كوسكريان وحا كميدا معاصيده اي مجتمع يعني لو دخسمينايو اي لغا امسن يحي الا من رحم الله وحون وا ان امده لو سو بندق فساد فساد كاسي هنقضو يعني مالك مانتا فساد اخلاقي اما فساد فكري ما هالنقطتين لبدا فسادنا حقيقه ولا بفساد خطرويا فساد كفكري قاه اي فساد كاخلاقي قاه اني مد اسك قبتويا واي هدي اسك قبن ويدو او اي غعنت قبن ويدو كو فساد كاسي فكري قاه اي فساد كاخلاقي قاه امدا يعني اور سيدايا استعمالايا ان فيلم استعمالايا إنترنت كاستعمالية، بوقات يجرايد كاستعمالية، إذا عرضها يتيفي كاستعمالية،
ee ummada ayuha ikhwa yani kubu finaya ee ku qarqinaya ummada fasad fikriya oo aqoodooda iyo islaanimadooda iyo diintooda iyo tooxiidkooda wuxu keenaya iyo fasad akhlaaqiya oo ummada ka fogeynaya akhlaaqiyadki islaamka xishoodka wareemaya in xishmada in dibada u tuuraya ee waraagi lugu yaqaan dumarka muslimiinta yani baabinaaya فساد كاسي دادكا يعني إن هرسي دايا وإن أمدو أي سهر تاكتو أمدو أي مية تراهضو أمدو ميل والباء أي تشوكتو أي سميسوتو أيها الإخوة يعني هاي آد دادكا وناقة فرا حمان تانا أديدا وأرهي النوبة هاي هاي وأي وحويان ومعصي هديل سهر تاكو وايو خطرتي دايا ليلة هاي أمدنا وحيو كينيسا أيها الإخوة الخوات دب آدي آدي آد أفرا بضن أيو كنيسة وين أرقنا أيها الإخوة الأخوات يعني فساد كاسي سيدو أمد أبابي سيدو أمد مقرانسا ودباتات أوكو كيني وين أرقنا آثار تأمرات أيها الإخوة أي معصيدو كل هذا هاي حياتها إيا النفوس تا إيا النرشة ددك بلا آدمي وحا نوه الرئيسين إيا معصيدي وحا أي قوينيسا علاقتي وقفك بلا آدمي أولالها ربي سبحانه وتعالى قفك يوحد دريمي إن الله سبحانه وتعالى وكفك هي هدو قفك معصدة وكل راقه وحكو أتكانيسة طاعدي ما كو أتكانيسة وحا أكور لحق الرقم يا فواحشتي إيه دنوبتي أيو كور لحق الرقم يا وحقفك قال يا هير وعادة كبكتو وعاديستو إن الله عاصيه معصيدة إلهينا والله من نوع إن قفكو وكتغي أوامر وإلهي سبحانه وتعالى كواجبيه أو لغبهنا إنو كعمل فلو أما إنو جبيه حدود إلهي سبحانه وتعالى ويري يان لغة طلاب سنين ركا قفكي مركو إلهي كفو قادو معصيدينا معصيكي لو بيبيسا دي مركو لو معاصي يرسكي لحو تري وحادو لغي ما إن معاصي واوين وكرعو ديوترون نقضو قف لح دبالان عيا قف لح مقوران عيا بل أقول إنه كهفت معاصي أيها الأخوة بد وين تمعاصي أيه كهفنا يا وعادي سنة يا يسوع الله سبحانه وتعالى عاصي يا يسوع تارك الصلاة يا يسوع خمر جعبايا يسوع ربدي كم عامرا يا يسوع لقي أبو العياد بالله إنه سنة كل عه يسوع ظلم كل احترا يضا ولا شيء مسلم ده أنا حجاب كأنا حنين أو اختلاط سكر حجرته أو رجل إسكال نحفر رضا أيها هدنا إني وحسميين إيه إني مقرن سحدود إلهي جبيان أنا استرنستنين با تاسينا وعذر وين ويان عذر وين وقفك بلا آدمي كل عكرا ويان مركا إسوا إلهي سبحانه وتعالى عاصي آية وطاعدي أي كو أذك تهي كتابك أقراك مصفر كرايو وحلق يابا إنو مساج كاسي أنو سوقلين وحلق يابا إنو إلهي حصوصا وحلق يابا سكا كل راتكي تنصنو إن آنو دنبك قرين وحلقي يا بقى يضح حولها الدين عوال بقوية لان إنا نو فريضة دي حجك واجب يا حجك نقولها إنا نسوق بذن وحلقي يا بقى نصنع وضلبة وما نصفر وضيارة قاتل لكن ندرسين يعي ما درين سنة كو نوع عاسنا أيها الإخوة والأخوات إلهي سبحانه وتعالى وحولي أموات غير أحياء وميد النولين فعلا أموات غير أحياء وحنا أيها الإخوة هدين السلف كي أنو كنا قلنا علمات يعني وصحابتي أما تابعين تي دادكي صالحين تأها وحا أي نوشيغن أيها الإخوة والأخوات إن طاعدوا أتهي وحلو راح يستو ودادن كواناك سن يحلا ودا أي طاعدوا لا غهي إن لغيه لقلبك وقفك بالآدم كماركو حلا ودا سي إيه معانك سوء لدميو أنو قرن يستو إنو قد نحبحا سيدي كلون لغا نحساري بيه بيه مركب كلون كبيه كسو نحسارتو كلون خلاص وهفنا يا ونفتكو استاجس أولي بنايا ما نوران كرايو سو قرر ميسين قوفكو مؤمنك عادي استي طاعدة عادي استي إن إله سبحانه وتعالى أسجود إن إله سبحانه وتعالى إن أذكريو إن إله سبحانه وتعالى إن طريقي سكوتو صنادو قوفكا سيو حويان هدي طاعدي كفو قادو وحا ونقونا يا سيدي كلون بيه لك سورح صاري right سلف كميت كميتا أيوة حقولي صوت المام عيا معناها سي
oo ah sacaadada iyo liibaanta ay taacadu dhaxalsiiso qalbiga qofka bilaadanka ayaa waxa yiri innahu latamuru bilqalbi laxdaat qalbigayga waxaa soo martay buu yidhi waqtiyo ayaa qalbigayga soo mara wuxuu noogu sheekeynayaa oo inoo cabbiraya oo inoo soo gudbinayaa dareenka ay taacadu ku reebto qalbiga qofka bilaadmiga oo ah raaxo iyo sacaado iyo dhiibaan aan maa lagu iibsan karayn aan adduunye lagu iibsan karayn ee waxa lagu heli karaa uun in ilaahi subxaana watacala dariiqiisa lagu toosnaado oo istiqaamana la yimaado qalbiga waxa soo mara buu yidhi waqtiyaa soo mara aquulu fiiha an is irahdaba in kaana ahlu ljanna fi mili hada inahum la fii khayrin cadiim bu waxaan isdhahdaa yacni naciimka iyo raaxada iyo sacaadada aan ka dareemo qalbigayga markaan ilaahay ateecay waxaan adaa haddii ahluljannuhu ay ku sugan yihiin raaxadan iyo naciimkan aan dareemayo innahum la fii khayrin cadiim khayr yacni weyn ayay ku sugan yihiin yacni ninkan salafkii kamid ahaa wuxuu inoo tilmaamaya ayuha ikhwa akhawaat culimo ay ibnulqayim uu kamid yahaa soo naqlay hadalkan wuxuu tilmaamayaa yacni wuxuu eegay adduunyada inuu eegay baa laga yaabaa wuxuu doonay inuu bal fiiriyo ama uu helo raaxo adduunyo iyo naciim adduunyo iyo liibaan ama sacaado adduunyo oo u dhigata ama uu barbar dhigi karaayo naciimkaasi raaxada uu qalbigiisa ka dareemayo daacada ilaahay adeecaya aawadeed wuu waayey kolkaasu wuxuu fiiriyey jannadii buu fiiriyey oo uu yidhi haddii ahlujannuhu ay ku nool yihiin naciimka iyo raaxada aan dareemayo imanka markaan ilaahay adeecayo waxa weeyaan innahum la fii khayrin cadiim khayr weyn ayay ku sugan yihiin marka ayuhal akh ka faa'iidayso oo ku raaxayso daacada ilaahay subxaana watacaala ku raaxayso oo ka daalin salafkii waxay odhan jireen ayuhal ikhwa alakhawaad adduunyada waxaa taala janna taala qofka aan gelin jannada aakhiro ma gelaayo waxay u jeedeen jannada adduunyaday sheegiyeen maaha jannada maalka ma aha jannada reerka ma aha jannada lacagta ma aha jannada cunitaanka iyo cabitaanka ma aha ee jannada adduunyada ay ka sheekeynayaan waxa weeyaan waa taacada ilaahay waxa weeyaan waa dikriga ilaahay waa subxaana watacaala ilaahay oo loo hogaansamo ayaa qofka waxa ay dhex dhigaysaa barwaaqo iyo naciim aan la qiyaasi karayn oo ilaahay subxaana watacaala ka xarimay kuwa isaga caasiyey waxay salafka odhan jireen ayuha alikhwa walakhawaat wallaahi maa taabat idunya ila bimaxabati illahi caza wajal washawq ila liqaa'ihi subxaana watacaala wamaa taabat aljannatu ila biru'yatihi subxaana watacaala waxay salafka odhan jireen raaxada adduunyadu kaamilba maaha haddii la la'yahay jacaylka ilaahay inuu jecelay iyo shawqa inoogu jira inuu ilaahay subxaana watacaala aynu aakhira aynu kula kulanno yacni naciimka adduunyadu kaamil maaha haddii labadaa la la'yahay ilaahay subxaana watacaala jacaylkiisa iyo inaad sugayso oo shawq iyo muraaqo ay kuugu jirto inaad ilaahay subxaana watacaala aad u kulanto naciimka ugu weyneed dee aakhira la sugayaana waxa weeyaan waa in ilaahay subxaana watacaala wejigiisa la arka weeyaan wamaa taabat aljannatu ila biru'yatihi subxaana watacaala waxay odhan jireen oo kale naciimka jannaduna kaamil maaha haddaan ilaahay subxaana watacaala la arkayn walidaalika ayuha alikhwa alakhawaat ayaa xitaa nebigu ku ducaysan jiray uu ilaahay ka beryi jiray ashawq ilaa liqaa'ihi waladat anadar ilaa wajhihi subxaana watacaala nebiga ayaa ku ducaysan jiray oo ilaahay ka beryi jiray ilaahw igu arsaaqo dunyadan inuu shawq iyo jacayl shawqu ayuha alikhwa waxa weeyaan yacni waa doonis xaddaafa weeyaan soo garan maysid doonistaasi ugu arsaaqan doonaayo een dalbaayo yacni inaan adiga kula kulmo iyo waxaad kaloo igu arsaaqda aakhiro inaan magaranaysaa yacni aan ku raaxaysto oan helo macaanka laga helaayo eegitaanka ay mu'miniintu ay ku wejigaaga eegayaan ilaahay subxaanahu watacaala naciimka aan soo tilmaamin ayuha alikhwa alakhawaat yacni dee waa naciim laga xarimay dadka ilaahay subxaana watacaala caasiyey waa dad quluubtoodu ay dhimatay dunuubtuna ayuha alikhwa alakhawaat qalbiga way dishaa siduu cabdillahi ibn mubaarak raximahu allahu tacaala uu lahaa ra'aytu dunuuba tumiitu lquluuba
وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وقبل أيها الإخوة والأخوات آدي آدو عجيبة عبد الله المبارك وإمام عالمة محدثة مجاهدة إن أها أيوح إليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. رأيت الذنوب وحنا لك الذنوب تا وتميت القلوب قلوب تدليسة دنبقو قلوب تودي لابوه لي واي هاي ذلنا وحكينا إن ذنوب تلا الظل يرصدو ذنوب تمرك بضطو ذل بيكوك أي 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 كل حال سينيسا. وترك الذنوب حياة القلوب إن ذنوب تلا قطغو أي أهن رش قلوبتا وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها نفتا ذنوح أخير بضن إن العاصدو وإذ الله سبحانه وتعالى مركا يكوك يرسو إن إله العاصيو النفط كتر هذا مايا واي أثر كالباد الذنوب تكرر لنا يا أيها الأخوة والأخوات إسنو حويان وعلم بقول إلا بويان علم بقول إلا بو واي وعلم الله إلا بي يا أيها الأخوة والأخوات يعني دين نور كاسي إله سبحانه علم هو نور علم جن أيها الأخوة والأخوات ووحي من الله عز وجل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ركض قفك إله عاصيه وقفك إلهي سبحانه وتعالى وكفه قادة رقديسي وحن مركا علمي أي اللوسين يا نور كاسنا ولا قاضي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أي يسوه تغريب شنيت من شرة وكتابك إلهي حفظي إسلام مركانا حفظي موطأ إمام مالك حفظي أي علم ديسي رهمك أي وحوي ديستي يعني إذن بو ديستي إنو مدينة أصفره وحو مدينة أصفرهي وحو كسفرهي إنو الله كلمه إمام كي وينا إمام دار الهجرة وها الإمام مالك رحمه الله تعالى وعلمه كقاطه مركا إمام الإمام الشافعي وده يسوق نمر كده بين نقضي إمام يعلم والنقضي أي يسوق نمد أن يرى مركو لكل ما إمام مالك أي إمام مالك ما مركو وجهي سيسا ويجي أي وحو أركي نورك وإله سبحانه وتعالى ووجهي يا مقرنسا وقلبي سيسا صاري مركا وحو قدي جاي أو كيري نور كان وإله سبحانه وتعالى قلبي جاي جليه هكبرين وهكبختين معصيدة هكبختين وحكويني قال له ناصحا يسوق الله دردار معي إمام مالك إمام شافع الله دردار معي أيوة حكويني إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا وحن ركائن الله سبحانه وتعالى وقلبك النور أصاري فلا تطفئه بظلمة المعاصي بظلمة المعصية معصيدة يعني مجدقيقة هكو بختين مالك مانتا إن نور كاسي وإلهي سبحانه وتعالى وكسيه واي واي مركاه الأخوة والأخوات ده إن علمك نور كاسي وإلهي سبحانه وتعالى ومؤمنين يعلم ذا وصيه دي إلهي القرآن كأكسيه القرآن حفظي دي إلهي علمك لأكسيه دي إلهي سبحانه وتعالى وباب من أباب العلم وكفري وحلو بهي إلو قد داله ونعمتها سي مالك ما انت ام حي لوو الىليو بالشكر لوو الىليو بالشكر لوو الىليو يا اثارت معصيده كدلته وحا كلو كميده ايها الاخوه والاخوات الرعب قلوبته ددك الهي عاسيي خاصه كفارته الهي سبحانه وتعالى الرعب ايو كريدا رعب اي ارججح الهي قلوبتوده كريديا الهي جل وعلا في سوره ال عمران وحكيلي سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا إلهي سبحانه وتعالى وحيري وحن كنت أرينا قلوبتها الذين كفروا كوا قالوا بي قلوبتها وحن كنت أرينا ونكردنا أبو إلهيري الرعب وأرقق حما نكردنا قلوبتها وامحي بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أحوين وشرك إلهي أو شريك يلين للو ذاك جيين ما لم ينزل به سلطانا فكأيو الأخوة والأخوات يعني تاسينا أرن لوبهي إلا حسوسته ويان آثارت معصدة وحكمضة إن إلهي سبحانه وتعالى قفك إلهي عاصيي إن لو قعوا
رزق إن لغو عليه رزقك إن لغو عليه هداد رزق واسع دون يسو إله سبحانه وتعالى إن أطاع ومعسده كفوه هداد دون يسو إله سبحانه وتعالى رزقك وكبر كيو إله سبحانه وتعالى أطاع وحدود ديسة هجمين حديث كأن هروسو شيغي في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وحن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ننكا أما قفكا وحا يعني لغغتشو تيا أو إله سبحانه وتعالى وكغمن عيا رزقه أسينا يي بالذنب يصيبه ذنبك وكل عي أودد ذنبك وصيب أي أودد أي قفك لغغتشو تيا يا اللهم صلى الله عليه محمد إن رزقه إله سبحانه وتعالى أسينا يي إلهي جل وعلا في كتاب كيس القرآن ككويري ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلهي سبحانه وتعالى ومن يتق الله قفك إلهي جل وعلا كعب صدى تقوى إلهي سبحانه وتعالى حقيقية تقوى أيها الأخوة والأخوات وذكتين سيدة علمضة كفصيرين تقوى إلهي سبحانه وتعالى وحوي وإن إلهي سبحانه وتعالى أوامرتيس لفريو وحي إلهي سبحانه وتعالى النهينا لغا تشوكسدو او لغا فغادو تامحا كو كلفايا دوا عبسي الهي اد كعبسانيسو ايو وينين اد الهي وينينيسو ايو اديغو كتحدرسن ما نمت اد الهي سبحانه وتعالى يسورتا قدونتو ما نمت قيامه تاسي ايا كو كلفايسا ان الاوامر تيسي اد فلسو وحي الهي سبحانه وتعالى وكان هنا اد كفغاتو تقوضة تاسا ليلة تقوضة وحكا لما هايو الاخ والاخوات وإن أوامرتي إلهي لفريو وحي إلهي سبحانه وتعالى نهينا لقفه قادو مركا لا يحب ليه جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وفي إلهي سبحانه وتعالى تقودي سحقيتي يجعل له وحي يلدنا مخرجا فرج بو إلهي يلدنا مين لباطل وقبحه أي إلهي سبحانه وتعالى يلدنا الله أكبر أي الأخوة هداد أخذ تاريخ سلفك إيو حياتها إيا قصص كتبك صالحين تآه وحد أركي دون تآه إن إلهي سبحانه وتعالى سيدو أساعدي إن سيدو إلهي سبحانه وتعالى يعني وقر قاري سيدو إلهي سبحانه وتعالى وغصاري دباتوين آل إسلاحين مخرج بي الليذي أما فرج بي الليذي قصوين كوغا أخري حكايات كوغا بل أخري صو وحد أركي دون تآه أيها الإخوة قدرة إلهي جل وعلا يسيدو إلهي سبحانه وتعالى ومعنى كان مانتا وفرج وويل سورة الأنبياء أخي سيد الله سبحانه وتعالى أنبياء وأجيبي معنى كان مانتا إبريدو دي يدعو دو دي إله سبحانه وتعالى وأقبل وموضوع كله لكن وحوين وإن مره البلو أغاده إن ضدك هداد إله كعبسته وإذ إله تلصارته وطاعة إله أتكد ذا شو وحوين يعني بلا آدم هالو بضان هيسك صارين إلهي أجهدسو إلهي مخرج بوكوية ليا ويوحوين و بلن إلهي سبحانه وتعالى وبلن قاضي ينقفك إلهي كعب صدى عب سيدي سحقيتيا عب سيدا وان معسيدا لقفه قادي وقو تقوضو وان معسيدا لقفه قادو معسيدا ها هاتو أما أمر إلهي كو أمرو تكسوا بيحي ويلي أما النهي إلهي وحكان نهيي وذكر عدو يحي إلهي كان نهيي غبلا صمى معسيدا ليلا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله أكبر تنوى تكلوين ويا ويرزقه وحي الله سبحانه وتعالى وكار ساقي دون قفكي تقوى حقيقي من حيث لا يحتسب من أنف لنين سبحان الله من أنف لنين رزق وحوك إيمان إله سبحانه وتعالى تجارة رؤات بلوضي هدى إله كعب سطو وذربا ذا يحرام تدكفو قاتو إله سبحانه وتعالى كبركين إم سان أركي أيها الإخوة تدربو لحقلي وتجارين ووين إما قرانسا كهلي لكن يعني محقت بركدي بلغة ترتري وحبر كيسا إن ديمون أي كتران إن مشاكل كنون أي كتران كن وحبر كي يعني ولا مسلمين وإنت قريب ربكو يبسدين هذانا كوانا أي مرضى ما مركي مركي الدرامين ديبت أي كبح لهين أخي سين وقب حرباتهم يا إن قريبا شوم بقو يقول نقضي قاريبا أن ربكو أنكو يبسدي شومي يبلا أي وحباس أي يقول نقضي لكن قفك هدو إله سبحانه وتعالى وكعب صده رزقه بإله بكي مادة أيها الأخوات هذي أن إلهي كعب سطو التجارة هذا هي الطلب كالطلب يصير رزقك إلهي سبحانه وتعالى وحكوية لي يعني وحكو إلهي كأرساقية ميل أنت فلني ميل أنت فلني بإلهي كأرساقية
أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويري أيان دوني أيسجنا إن إذن لو وداغو أو معناها أنكو تعلقا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ويري إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب ويري حسنته يعني عمل كما نقسم وحو وجهك وقليا وإفيا وجهك ونورا في القلب قلبي كان النور أيو قليا رزقي كان واسع يا بوجه وقوة في البدن شركة روح سيا حوق أيو سيا ومحبة في قلوب الخلق ذاتك يعني إن قفك إلهي إن أطيعنا إلهي قلوب تدتك وحو وقليا يا خلقك شعيل بو قليا أنت ابن عباس شيخي أنت هو أنت هو وين أيها الأخوة وأذا ركتنا ضدك صالحين تأه يعني يوجد نور بلهي إلهي أصارة قلوب تضوى قلوب إفسا وحسلون ودقن ونعب سنين والبهر سنين سبحان الله سو قرر ميسين رزقي إلهي واسعية إلهي جل وعلا حتى وقوة في البدن شركة روحه أصي وحوق قليا وحوق قليا إلهي حب وقليا يتمر وحلي لي ما جعيس بقى يقوم مقن ولاد يعني يسلف كي كم إذا أيام عن بها وحويا بوديتان يعني حوق له أيوب بودي ما هدوني بوك بودي سأوجس هو بودي صادتك بالله يا ابني وين بوها الدقة سال لي سيباد سنة أصلا ما يسي وحري وجوارح حفظناها في الصغر جوارحني اليوم قراني سا شركة يبقى وحن حفظني مركي أنو يرين أيام وحن كحفظني إن الله عاصمنا مركان ويناني أنو أضي نقضينا إله بأي حفظي جوارحنا عندها قادات معصدك إلهي إلهي هينو عاويو دين بيجين إله سبحانه وتعالى هدافو دين قادات معصدك إلهي ونهد هيس يميسيقيو بلاي باس أو مقراني سا إن قايلين سأرد كودة جيسن وعلو شابا عنت حرارة إيو عبتان حرارة أدك إلهي أو أد لغها أنا حمار وقصعن وحويا إلهي سبحانه وتعالى أدو أضياء ودأة أي إلهي كوحة فيدي سبحان الله الله يا بسا مركة قاركود يعني أضياء انت لا ليجهين وهدنا سيدة أتاقيهين أد إلهي فتح بقى فتح بقى لقوكين يا أيها الأخوة الأخوة أضياء الدأة وهدنا سجود انت سجودتين يهي قيامك انت أتاقي يهي عجب إلهي كوكين وضياء بسا لمن رني يرى وحوغة والله يا أبي إنه تيمك وما أنت أردن باسكتبول كسو عياري أو مقرانسا إن وبرقاد قاداي ومرغي ذكو يلا إنت إلا ليهين أنا منينين أيها الدنا وحين هدو إمامك صلاة تراوح دو يرد يرأيه وقعبنا يا أما وحلقي يا بابا إن هنو إن تراوح دو أنا تكمب يوتيوب كان يوحن كواركي قصة عجيب أيها الإخوة الخواض وحقيقة مناسب أوه إن حقنا كشي يقول نن سعودي صحفي أيه وحد شوقي واحد مركا وحد دبي برنامج شو كدبي المسجد النبوي مدينة صلاة التراويح ذي قيام كان عشرة أو آخر من رمضان بهد سنة كي محسن لكن ويد ويد سوي حلو حا يجهرتو كنا يبوي نيم بيجهرتو كنا يي صلاة دي وحنا نرتو كذي التراويح دي بنرتو كذي مركا أوجه رأي تين كان أمور فيرسان وحنا يي صلاة دي التراويح ذي أيه نرتو كذي أو نرد مايست طبعا تراويح ذي اي قيام كحو دحيه وقتي وره حيسه ما انتي تراويح ذي اي قيام كو دحيه ددكو اسك فديين الا اسك شيكسنيه قار قران اقرسنيه قار اسك وخدنيين قار ديود او بخين تراويح ذي اي قيام كي انتي ودحيسنا سلاد متاغنا بوي سلاد ايو تاغنا قيام كي ونلتو كدي تقريبا وحي هاد انتي تراويح ذي ايو ان قيام كو دحيسن مركو توكني وير مو فريسن بوي مو فريسن بمعنى هبينكي أردن وحكونا ما يستي سعاد بكونا ما يستي ويقول قرنا مو معنوك فرسلين كان اللي ننكو بو وحليه اللوك اللي يولي لوك اللي يادر ها لوك اللي أي كتابين وتراويح دي كتو كده وبين التراويح والقيام وكتو كده وقيام كتو كده لوك اللي كتابين ساوحي لكي كمرضة هاي كمرا مانكي أيان كروة بلنك صور كنتو سيان يوتيوب سوى كتير أولو كليكو تاني وحويا واسيل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إلي وقوة في البدن يسوى لوك كليالي عكالي يلا أيها الإخوة والأخوات لوك كليكو تاني
soo xagan iyo soo seetana maaha subhanallah walin kale ila akhwal khawat xiru fugan ba waka sheeyin macal ibraahim noo sheegay masaj kilo kutu kada هاي بوينت سبحان الله رجال وخوات يعني يان مير وان وحل وقع برقاته ويه وحل وقع برقاته او لا هو اثارته اي طاعته اي قفك ايها الاخوه والخوات اي كانيسو ومحبه في قلوب الخلق لا اله الا الله سبحانه وتعالى ذلك ايغا اديعه و قلوبته او غلينيا مانكا مانتا يعني تعال بو غلينيا وان للسيئه بويدي طبعا عبد الله بن عاصم يعني سيئات يا حمانتنا سواد في الوجه ماذا يمجدبي وجهك اي جلينيسا وظلمة في القلب مجدبي اي هوينيسا قلبي قلبي وحا يعني كو هوارسناي او فريسناي مجدبا اي فريسناي الله اكبر هدي قفك وقلبك ومجدك غلنا وحوين ايها الاخوه الاخوات يعني ارهن هاكسن ماها واكي نصوم ري عبد الله ابن مبارك اوله رايت الذنوب تميت القلوب رايت الذنوب تميت القلوب وكلها رحمه الله تعالى وحن اركي بو يري اون اوغادي عبد الله ابن مبارك هو خبير ويان صالحه ومجاهده سنن وجاهد جلال سنن وحجيج عالم وين ومحدث ايها رايت الذنوب تميت القلوب وحن اركي بو يري ذنوبته او قلوبته دليس بوي ويد الشاب وين مركات أسأل الأخوة والأخوات وإن مسألة سها وأكاس ويدي وظلمة في القلب ووهنا في البدن ضعف ضعف ما الألم حلو كيف نبى أيوب بتشلكه وجلاية خاصة مركات الأرض قاقه يعطى عدا إلهي ونقصا في الرزق رزق قال لك نقصا من إياه وبغضا في قلوب الخلق قلوبها يعني إن خلق جنوح لو قلنا إياه نعيبه لو قلنا إياه هل كان أيونا وحلاقي عندك قارقون سنان أو واحد شخص وكون قال هذا إلهي رزق سيء إن قارب لقي يا بيو علم يجي قرآن كي حفظ سنة دنا نكون عمل فلينو وحاصل ما يرقوا استدراج ويا وسبب وحكم تاي سيابه إلهي دتك بلاد كون تعامو يسوع إلهي عاصي يسوع إلهي لقي يا أبو إنه كجالو بي أيها دنا إلهي رزق بتنصينيه ولقون تحامي يا سائر الصعود أثارت معاصي وحكم إذا أيها الأخوة الأخوات وحوي إن قفك أموره سلوجو لجو أتكيين وش أدوية ده لنعود قاقب دمبا ك أيوم با ما إن كان منتها كهور من إساء إلى جل وعلا في كتاب كيس القرآن ككويري ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله قفك إله سبحانه وتعالى تقودي سلاجه له إيه حقيقي الله كعب صلا يجعل له من أمره يسرا أرن كيس إله سبحانه وتعالى وفضين دونا قفك إلهي أطيعي الرميس وفضن دون كم من الناس أيان أرجني أن حول بدن هيسن أن مال بدن هيسن أوحتا أن تعليم سري أن دجن هدنا سبحان الله يعني وحير والسعداء وضمن رشد كفر حسن وحير إلى هيسي إلى سبحانه وتعالى أبركي هدنا يكون هذا العبادة بدن وتطاع بدن مركاوي الأخوة والأخوات يعني قفكم مؤمن كأه إلى هاي الطيعي إلى هاي الرميس وفضن يا هدا دون سيد الله الرما كفضيو وحير الباب كوتقنا الباب كنا ومحي وإن الله سبحانه وتعالى لا طيعه إلا سبحانه وتعالى الدريق قيسى للرعوية معاصي أيها الأخوة والأخوات حكى لو كرشا إن قفك يعني إله أكتيس أو نقو قف إهانيسا قف إهانيسا أدو اللي سنبو نقون يا قفكي وحين أقول دليل قولك إلهي جل وعلا ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله قفك إلهي إهانيه فما له من مكرم عدك له إيه وح مجنان سا شرف يسا مثل عد شرف كرتها مشرتو قف إلهي هو أصل لغي وحويان عد شرف كرتها مشرتو وعلى يدي عبد الله المبارك أيا زمن كي هارون الرشيد رحمهم الله تعالى لا وضبا أيا وحصوق لي بغداد مصوق لي مركا يسوق أسر كيس روي بغداد مهين عبد الله المبارك مركا إن هارون الرشيد هو يدي بهدمان فليا والله أعلم أيا وحي أركتي عبد الله المبارك ودتك أي صوت طبعا قاقين ريب غلط أي مان كمانتا أي وضب الصعدان سهوا حتى نكن هو أي سألوا يقول نكن هو شيخ الإسلام عبد الله المبارك سيكتر سبحان الله إسقى 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 بقرة أو كلاما بهذا المعنى إن هذا السياسي قلده وكله أي تري سو قرن ميسد لكن وام حيو الأخوة والأخوات بل أوفر صهد داد يعني البداية والنهاية سين أعلام النبلاء
هذا الكتب تاسة تاريخ هذا داخله ده مركز كشيء كان يان دة كيو وينا علماء دي وبرد الإسلام كا مركز الأساس هايو دة كقصو قيب قليل شريط تردو ده إمام أحمد جناسديسي حسن البصري يا جناسديسي يعني علماء ده ووين مركز الأساس هايو وحويان ولا سود بحشري دة كسود بحشري إلا لين ما أنت إمام أحمد الأساس هاي رحمه الله تعالى وحوين وحب الموت من بغداد ما قال هذا بغداد أنا عد بكوهرين جناسيس والله ضبحي لكن ذلك أهل البدعة يدرك أهل معصيها بل جناسيس ذلك ولذلك أيا يعني لبها إن قفه مؤمنك وكعب رقعته أرمها سي ومن يهن الله فما له من مكرم لكن عيد أي رقوح نوت الله إن قفك إله إهانيه يدل إله سبحانه وتعالى وتشك صاره عد الله على عد كرامين كرتا الشرف كرتا أنيشلين حسن البصري أيا وحويلي إلى هيبة إهاني تبى ترى معصيه بكل عين ولو عزوا عليه لعصمهم هدي إلهي أكتس الشرف كله هنا إلى سبحانه وتعالى معصيه أيوك إلى الله ركام معصيه أيها الأخوة أيها الأخوة الأخوات وحكينا إسحاق إن قفك إلهي سبحانه وتعالى وإهاني أيوه قفك إلهي إهانين وحدون تسمى ما عدون تلبح جيد داري جيد قاوم بأفول وحيوين شرف ماشي أكو مطالو الدنيا شرفكم الهد آخرنا شرفكم الهد واي قفكو وحكالوت الماما يسا يعني إن إن قفكي إلهي سبحانه وتعالى قفكي عاسيي إن دي لغا قاضا يو شرفتي يا ماموسكي إلهي وحي لمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة قفكي دون يا عزي يا شرفتو فلله العزة جميعا عز يا شرف أو دمي با وحي أصو غنتهاي إله سبحانه وتعالى لا بس كله بكا ما شرفتي عزقي هدي إلهي إسكو ذا الله يهي ووحي لقوه لي طاعة ديسي مسمع السيسي لقوه لي ما إن أوامرتي سل الرعاة لقوه لي مسا إن أوامرتي سل الجبيو ما إن إساق اللوه قان سماء لقوه لي مسا إن إساق مقران سا لقف لا قوبو أي لقوه لي أرنكو أيها الإخوة الأخوات وعدي هاي أول نموذج. طيب مع سيدنا أيها الإخوة الأخوات وح أي كان يساوك له إن بركة هذه أي كب حظاء إن نرشي قفقة في الدنيا وفي الآخرة عمري جيسي أيها الإخوة الأخوات نقرأ علم أم بركة لهين علم جيسي يا عمل كيسي أيا نقرأ يكو أم بركة لهين إمي صادق أيها الأخوة الأخوات يعني أم ساعده بكو يراضي أفر يلا تنسي ساعدود أي ديق لا ما ننتي بكوير أسبوعي بكوير بشي بكوير وحلا لو حسيمين بكرين أيين صابتوا أم حي أيها الأخوة الأخوات وحين وبركة دي بقى كب حدي عمر جوجي ينور شودي يعلم جوجي انتي بقى يا جل وعلا وحو كتاب كيس القرآن كوكويري ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بالله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هذه ذلك مقالوينك وأي رميان وأي الله سبحانه وتعالى أي كعب صدان لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وحنكر كودا أن كفر لهين أن كسي دين لهين بركات من السماء والأرض بركوين دين عصمضة يا دينا الرضا بقى أيانو دشوا ذا كفر لهين ونكسي دين لهين لكن ما هذا عي ولكن كذبوا بالأهين ويبينين فأخذناهم بما كانوا يكسبون وننقبني وحي أكسبدين أوذيت لكن هذه أي ذنوب هي معصية أي كفر وقال لهين إلهي سبحانه وتعالى أو أي مالك إن أي ألانا الرمي الله هين عبسي يتقوى إله اللي قيل لها لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض بإلهكم بلقات وصمد أرنض با وحن كيسي دين لهم بو إلهي سبحانه وتعالى وليه هي بركات بانو كيسي دين لهم بركات الله بحي الأخوة والأخوات والخير الكثير وخير كفرها بدن أيا بركة الله إلى هذا معصيدة لباتي دوحة كروكا ماذا أيها الأخوة والأخوات إن أي ديبتي أي قادو حولها يبها إمتى يا حيوانك أي قادة حولها يا حيوانك
أيا كعوضة أو كل باتوضة مع سلاح ذلك بلان إله عاصيا سلفك كوكم الآية واحدة أذن إن البهائم تلعن عصاة بني آدم بهائم تيحوله وحي نعضلان كو إله عاصية يددك كمدة ددك إله عاصية أي بهائم تو أي نعضل شاء غورما مرك أبارتو أي دعضو روب كنا ويرادو روب كي سودي واي لكن أبار نقض لأن حولها هني بهائم تاني يقوم حيك صبدين يقدم بما يقلين لكن أبار تن دعضي يروب كن شوك سيدي وكل باتونيا وداقي با كيران اي وبيها عبيين با مقال ما كان مانتا كيران اي تقول وحي بهائم تاي ترادا هذا بشؤم معصية ابن آدم هذا أبار تن يروب كن نقا يستاقي وبشؤم معصية ابن آدم وحاوصة بابا بني آدم يقول يددكم معصيدة أي قلان أي معصيدة ذي بان نوصة وابتئي وبلاية ذن إيا الشؤمي قان نو كياني أي أورانيان أثارة الدنوبة أيها الإخوة والأخوات وحكم إذا ينقفك عاصيقة أها عدو الباب ويكسور دير نيسان عدو الباب خلقك إلهكو ولي تأي كسور دير نيسان يا أو إندها فراه كقلين أي علماء سلفك أيها الإخوة والأخوات وحد قران إيسان إني نمن بقراءة وحوق يوح والبها يستا إني سهرت هاي كترين وكلمة حقا أي كورو إن ترين أي بقراءة أي ساكو يحترامي ترين تقرم يسيد أمثلة فربضان أي تاريخ ذا كترا لكن قفك إلهي عاسيي وحوان خلقي قوة دنبا كدير هنا أي وحا كدير هنا إيسا الشياطين تا أي حتى كدير هنا إيسا وما حيكون سمينا يان بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين انت سبب بي شاضين تقفك عاصيها تقعنتها وقلين خلاص ويفضو بين نين إله عاصيها ومساجد دي كفق وقرآن أخريين وفلا تصاعدوب حاراني الربية موسيقية مقران إسا كل حجرة يهيصو شيطان باع قفها سيفضو بي شيطان بوقعنتها وقل هستيج بو شيطان النقضي تقول بيسين مركها وحي شاضين تو أي كل بيسا ودي بيسا وهلين نساء وسواس أي قلبي كجلين نساء وح أي جلين نساء ما لك ما أنت مرق يا عبسي أي شيء أي شط أي شاطينتي أي قلبي جيسا أي كره ديسا وإن السكيل اللي وين تضبطن وكون الشيطان ما نجري أي مركا أدوية تحول صبناش على جور نلش هذا بيسك أنا وح يسام مرتين اللي يرو أورنا يا وحبي يقتشرة وان دبعت السنة وان دي قضي السنة هاي محاتم يسا ميزيك أنا أدو دقيستا وحن قرانا يا ويل أن مر لها الله مركا وحي إيش يجي إن مركو ميزيك أدو دقيستو وحنو كسيوي مادو إسكا داما كوري ميزيك وإسكا توتيا هدنا الله أعلم إني مكا كتا جيوان فيريا إنو كهاري لكي وحيو إيان أيها الأخوة يعني معصيد وحليد دباتون في ربان بلدي ربادو دباتو من بلدي ربادو دباتو آدي آدي أوين أي ليضا هاي وواد قرانا سان آيات القرآن كا وهي مركا أيها الأخوة والأخوات خلقي جيبا كل يرنا حتى وحلا جي يا باب غير كيسي الداعي عروت كيسي الداعي سي دابدي سي أيام مقرن سا قوات كاني سا سلف كأي واحد لهذين مثل كم إذا أيه في المركان إله عاصيو الله سبحانه وتعالى مركان إله عاصيو وحن كجر ذهبويري في خلق دابتي وزوجتي إله مركان عاصيو المعصوك دعو وحن مركي بكدر ما شركة حاس كيف يسبدشة هل كي يجي احترامي سي يسود ويني سي مرحبيني سي أنا بحر كاب أرمي يسود بدريبة ويعنادي سا ويقوم يحط كان يسا سكر مسين علاقة ذي دي بحماتي لكن دد كيسال كوه هاين دد يعني دد سود شيء ذا أيه هاين لكن إنه ما أنت أيه الأخ ولا خوان اسمه ودينه إنه واللي بعتنا ما حيقول عادي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير بالله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة وهي مصيبة أين أصيبها فبما كسبت أيديكم سببت وحويا وحا أقعمه نكسبدين ويعفو عن كثير إن بضنا وين كسامحة أو وين كرأفة إلهي عز وجل كل قال لكم أيها الأخوة والأخوات يعني ننكن سلفك كميد وحين الله هي مركان إلهي عاصي وحن كنكرت طبعي يعني دابدي وفرس كأنفوشنا أو مان كان مانتا يحسوسو إن أوركي أيوم با يقوم الحد كذا فرس كيس كي أديعي دين عود شيء دي وشيء سنة أي أيوم با ويقوم الحد يجي يوم سكرم يسين
gaariga baa ka akhri maay marka qaar kood gaariga maxaa akhribay isma waydiinis talo maxaan maanta galay ya ma aqdi ribo ayaan soo saxay ma tijaara xaraan soo galay ma salaadihi baan week dhan aan tukan ma zaka leegu leeyaan oo bixin walaasha muslimadii ma xijaabkii baan xilnaan gaarigan ma heesu baa ku jirta oo in duruusta culimada iyo waxba ka sii weyn quraanka ilaahay lagu dhageysto ee heesu baa lagu dhageysanaya gaariga waa ka qolba ka xumaadee inta makaaniga loo geeyay intaas oo $100 laga qaaday ama intaad accident gashay insurance scheme garanaysa lagu kordhiyay dahabadeeda ayaan ka gartaa buu marka ilaahay caasiyo iyo zawjadeeda dabcigeega oo isbedelay marka ay qolo khawaata waxa loo baahan yahay in maalinka maanta ah in la isku fiirsado oo la is eego oo waxay naga qaldan ba lagu baraarugo inna allaha yudaafiu can alladiina aamanu ilaahay waa difaacaya kuwa muminiinta ah waa ballan weeyaan wixii dhib u geysanaya shaydaanku ilahay ka difaacaya sharku ilahay ka difaacaya dhibtu ilahay ka difaacaya dadka cadowgiisu ilahay ka difaacaya laakiin haddii aad ilaahay subxaana watacaala aada noqoto qof caasi ku ah dee waxa weyaan waxaad waayeysaa markaa maalinka maanta ah yacnii ballanta ilaahay jalla wacala uu ku ballan qaaday ayuu qofkii waaya waay ayo ikhwa akhawaat macaasidani marka ay dhacdo waxa imanaya ayo ikhwa akhawaat yani fasaad baa kasoo in muuqanaya oo bariga iyo badaba fasaad baa gaaraya aayadda qur-aanka ilaahi jalla wacala waxa uu yidhi dhahra alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas dhahra alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas yacni waxay dadka gacmahoodii ay kasbadeen baa muxuu keenay inuu in fasaad iyo xumaan ay bari iyo badba ka daahirtay waxay dadka gacmahoodu ay kasbadeen dad gacmahoodii waxay kasbadeen ayaa waxay keeneen in fasaad ayuha alikhwa walakhawaat badii iyo berigiiba uu ka daahiro xumaan baa ka daahirtay way liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacalahum yarjicuun waa si ilaahay subxaana watacaala u dhadhansiiyo waxay camal faleen qaarkii iyo inay soo noqdaanba waxay ku qaataan marka ayo ikhwa akhawaat yacni fasaadkan la leeyahay dhahra alfasaadu fi lbari walbaxr fasaad baa ka daahiray xumaan baa ka daahirtay berigii iyo baddiiba culimada mufasiriintu waxay leeyihiin wa annaqsu waashuruuru waalaalaam risqiga nuqsaamaya sicir bararkan dhacaaya dhaqaalahan burburaaya iyo sharkan faraha badan iyo fasaadkan faraha badan iyo xanuunadan iyo cuduradan dhacaaya waxa u sababay culimadu leeyihiin oo aayaddu ay tilmaamaysaa waxa weeyaan waa bimaa kasabat aydi nnaas marka ikhwa akhawaat waad arkaysaa sida yacni xiriirka iyo cilaaqada ka dhaxaysa maalinka maanta ah in qofku hadduu ilaahay caasiyo cuquubeyn baa ka dhalanaya cuquubeynkaasi qaar baa noqonaya qaar gaara qaar waxa noqonaya yacni ummadda wada iyo mujtamaca in gaara waxaa kaloo imansa metelki o kale salafkii o kale waxay odhan jireen iyagoo dadka la hadlaaya kulama axdastum damban axdasa allahu lakum min sulطaanihi cuquubatan kulama axdastum damban mar walba oo dembi la timaadaan axdasa allahu lakum min sulطaanihi cuquuba ilaahay subxaana watacaala wuxuu idinku keenaa cuquuba ayuu idinku keenaa kulama axdastum damban mar walba oo dembi aad gashaan ood ilaahay subxaana watacaala aad caasidaan waxa weeyaan ilahay subxana watacala wuxuu idinku keenayaa cuquuba ayuu idinku keenayaa nebigu sal allahu alay wasalam fi lmusnad min xadiis umu salama waxaa xadiiska ku yimid ida dhaharat lmacaasi fi ummati camahum allahu bicadaabin min cindi haddii ay macaasidu ay kasoo dhex daahirto ummadayda fii ummati camahum allahu bicadaabin min cindi ilahay subxana watacala wuxuu ku caam yeelayaa in wuxuu ilahay subxana watacaala uu ku caam yeelayaa in cuquubo iyo cadaab buu ilahay ku caam yeelaya marka in layska ilaaliyo ayo ikhwal akhawaat yacni sidaa xadiisku uu sheegaayo haddii ay macaasidii ay daahirto oo ay dadkii ay muujiyaan macsidii
مركها عذاب عام أي إمرأة واتي المقدمة المحاضرة أن كل شيء أه معاصي أي ضدك أي وذا وذا جاني لقى أمصو خاصة فواحشة زينة اختلاطك إن أخلاق لو ناقص ولا قطه الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا قى أمصو أو يضل أركو أمد قال أمد دي هلاقة إياه وهدنا اللي جاء مسني كون تي في هذا أفرطي كون إنترنت كأفرطي كون روايتها لده حرورة هي فسق هي فجور هي هيصها كو أفكار تهدام كأه عقيدة ذا يوم جرانس إسلامي ماذا تذكر نبت كأه كو ذي كوهر سيدا هي وحاسو بالو بهي أيها الأخوة الخوات إن لجوهر تقو واي وقدم بنتي أيها الأخوة الخوات آثارها مع سيدا وح كمذا إن عدو ومضى قبصدو هدي أمدو أي إلهي عاصده وإن إلهي سبحانه وتعالى أي كيني عقوبت بكيني تاريخ الإسلام كان أيها الأخوة والأخوات وكبر حلا دل والبا ومسلمين أيها الأخوة لقد عي مثل كوك الوحي أندلس كد عي أيا مان كان مان تتصالي نواه وهون أي أندلس أيها الأخوة والأخوات مسلمين أي حكومة شرين مان تيوحوين والله تحيستك قرطبائية قرناطائية مساجد دي أي مسلمين تكلسين يدسم ياشي كتاقين وحي ما انتوا والله تلحيستها الأندلس أيها الإخوة والأخوات وحا أي صوصارت علموا وين وما انك ما انت الدينين ولو طالب علمي ويقانو الشاطبي القرطبي ابن حزم يعني وحويا علموا أهل الكواب كرين أو في التفسير وفي الفقه يعني ما أنت كتبته دي مكتبة الإسلام كم ركض ما أنت كشوا تفسير في القرطبي بقى ما أنا كان ما أنت كصو كهصور بحاجة وحين الشاطبي كتبتي سبا كهصور بحاجة سموا وافقات كي اعتصام كي ما أنا كان ما أنت وعكهصور بحاجة ابن حزم علمي جي سبا كهصور بحاجة علم الإسلام كأهد إدوك هكصور بحذي الإسلام كو أنت أصلاً الحكومة أي محارعي ممكن جعنته دي وكبحي سببتهم حياة سامر مارخين تو إشي جيان وحن ودين تلوقف قادي وعسيان كيو لبنا يستي وحضر خلا الشيخ محمد القدر رحمه الله تعالى مركو إشي كان أيو كتاب كيسة واقعنا المعاصر وحويان وذا تعجب سا يا كتبت كلا تاريخ ضاوة لكن شيخ محمد القدر الله يحفظه سدو التحليلية مسألة ذا هي سدو يعني التحليلية نوتو سئن معصيدي مركي فسق يهسه يناجه دانسا يكوبتين يعني قصرية دي حكامته مسلمين تا أي واحد عاي إنهم كجوجي وقعدت كبحي وأنا صار ذي أي قبصين ما قال لي وجودن بيسي ما ملك لي وجودن بيسي أندلس معنتي بقركي وكبحي وكسي هدافعي إن صار ذي سو جلسي أي هو ذي واحد كتري كلمة دحل جلا أي كتري واحد كتري ابكي بكاء النساء لملك لم تحفظه حفظ الرجال وحد ما انت أبرو رتابي كتري ملك إيبو قرنما آنض أحفرين سر رغنما آنض وإلال سر رغنما ركاب أيها الأخوة الأخوات يعني إله العاصي وحي كينيسا عذو أمد قبصد بي كينيسا عذو أمد كأد كابا أي كينيسا ولذلك أي لب هاي وإن مجتمعات كمسلمين لغنظي فيه أو لغتر ترو مع الصدر لغتر ترو إن مساجدنا وصوغ لماها عالم الإسلامي وإنه يدو مساجد الدين في القرآن كلا آخر يايو لكن وحي أهل الفساد أي أمد أنت ذيك لأن يرتي عرورتي ضمركي أي عقلي قام قرانسة أي كتر تريان أو يكون وضان أو يكون أنقرانيان فساد فكرية فساد عقائدية يا فساد أخلاقية يا فساد اجتماعي أي يكون وضان إن لقاء مصماها إيوان الله سبحانه وتعالى لو صور نغضه وقدم بين بحكم سوق بقبين يا إن قولك إلهي جل وعلا وآه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا روان وأخي إله سبحانه وتعالى وحق لي هذا ما رأي الأخوة يعني محاضرة لن إنه سوكو بيسا في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة وحي مصيبة إن أصيبة إن كل عام فبما كسبت أيديكم ووحا أي قعمين كسبدين أوغيد ويعفو عن كثير إن بدن إله ورافع وحي أبدا إلهي إلهي آنو إن كل عقاب باجرة لكن وحي مصيبة إن كل عضي وحويا وقعميه إنو وحا أي كسبدين ويا ومعصيدة لقل عايو ودينة إلهي إلو قفقي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أي وحا أولي
ما نزل بلاء إلا بذنب وما ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحيري ذنب بلاء والبا أصدق تي أددك كوهب ستي وحا أصبب الذنب با أصببا بلدنا وحا لغوقا با أددك لغا فايدا توبة بلغا فايدا. وين توبة كينو وين أمد توبة كينتو وين ددك إله سبحانه وتعالى أصول نقضان وإن ليسكوك الميستو سيدي فسق إيه فجورك واجتماعاتك مسلمين تلوغة ترتري لها. وجزاكم الله خيرا وحن أمها النقية ولا لها مساجدك مامولك مساجدك يو إن سيدة أي نوشر فين أي نوغو سودوين مساجد كان هاي بوينت مقالة سياتل إن ولا لها إن مؤتمر كسوقي بقلي دروس تي محاضرون كده جيستي يجنا آدي أدبان أم مهنا قناة. ولكن عبد الكريم جزاه الله خير ويسونا دبي محاضرات كمؤتمر كآدي أدبان أم مهنا قيا يعني شيخ إبراهيم شيخ عبد الرحيم ولا لدينا نوردن وحويا مهنق وين بان مان كمان تنسو شيدينية. وحلاه سبحانه وتعالى كبر يا إن مساجد كان وإلى هاي حجيو قلوا تمسمين تقول الله يسكوك يا رو مدرسة القرآن كإله سبحانه وتعالى إن حجيو هاوش مركا وانا تسي وضان إلى هاي نكرب قرو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.